magaalada garow ee xarunta maamul goboleedka Puntland waxa gaaray wafdi ka socda qaramada midoobay wafdiga uu hoggaaminayo Shamsu Barro oo ah khabiir dhanka xuquuqul insaanka oo ka socda qaramada midoobay waxa ay kulamo la qaateen golayaasha maamulka Puntland warbixinta waxa garow ka soo diray wariyahayaga Cabdinaasir Yasiin Salaad خبير كانو لغو مقعب شمسو بارو وقابل سان حقول الإنسان كأريمها سومالي أهنا لطليا حفيز كحقول الإنسان كقرمة دمدو بي لنك سومالي وشري سوو غاري قروا ايا كل ما لقاتي قدونك بارلمان كبونتران يو قد يوز جوكتدا اي بارلمان كا يوغو سيدو كان لقل ما يقلها وسيرة دا سوو كلاها اللي أريم الدورو اي كان بدا هايين الالين تحقول الإنسان كا سيدي اللو الالين لها قدوميها بارلمان كبونتران عبد الرشيد محمد حرسي ورباهين تقولها اللي حرونت بارلمان كبونتران اي قروا ايا فافاهين دي راد كبحي كلان كاي لقاتين ووفتيغان بانتو وحالو يميد خبير عالمية ومدح بنان وقابل سن حقوق الإنسان كالصوماليا خبير كاس وهدأه لطليها حفيز كحقوق الإنسان ك وقونا سيقار وقابل سن يهي حواش الصوماليا وهي حقوق الإنسان كقابل سن صوماليا الله شغيا عاكلا لسو عذي قبر أيضا من أستراليانا oo ka tirsan xafiiska guud ee xuquuqul insaanka wada qofka noo yimid halkan ku qaabilay hadal bay ka jeediyeen dad lagu cusubna ma aha inuu ninka ee khabiirka ahi Shamsul Barro baa la yiraahdaa uu noo imaan jiray muddaana wada shaqaynayna ilaa 2008 ilaa hadda iyo Puntland iyo Soomaaliya waa ka shaqaynayay waa ninka xuquuqda xuquuqul insaanka u qaabilsan oo u gudbiya UN office labada qof baan noo yimid halkaan aan ku qaabilnay waa soo dhaweynay waxay shuruuc aan haynay xuquuqul insaanka awal Puntland ka diyaarisay ayaanu gudbinay waxaa ka mid ah ilaalinta xuquuqul insaanka iyo khudbad ka jeediyay أول نن أن وضع الشقيين وآد بطلان وغور قبوها أدنا سي عدق أيام وضع الشقيين تي وقبل لني إن أنا سي اسكو حرانا وغور وضع الشقيين وغول إنسان كا أرميس أيام كوبل لني دواننا وحمق عاوينا إن شاء الله كبدلان هان حفيس وقارة وشروع لسيلة دياري لكن شخصي هوشا وضلها ولي أن لا أبو التقرين وبرياش الدولة أو سكدمان سكر وعن شاء الله دوان إن مقعاهو خبير كان أيها هري أسوى مرأي مقالة موضيشو إساو كل ما الله سوق عطي مدحدة دولة إيا أرادة برشادة إسلام مركاسنا كلاح اللي أرمح وقل إنسان كأوقا برسان يهي عبد الناصر ياسين سومالي شانال قروي